الازاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ ايه فين الازاز يا عم لؤي ولا هنقضيها كده؟ لا ما تقلقش اصبر على رزق، هما جايين دلوقتي. جايين؟ اول مره اشوف الزبون يجي قبل البضاعه يا عم لؤي. هما شغالين هنا؟ هي شغال هنا اه، بس ما اعرفش اتاخرت ليه. ايه اتاخرت؟ هي الساعه هتبقى على واحده بس يا سيدي. استنى اديني مستني. بيت سوسو وزوزو اتاخروا ليه؟ مستر مفتوح مستعجلهم بنفسه. طيب ماشي. اتأخرت ليه يا زفت انت وهي؟ ما لقيناش ميكروباصات. ميكروباص يا بيئة، انضافي بقى. اجري نجرب الشكلوات بتاعك ماله؟ شوخي شوخي. في شغل. ايه المعامل يا شيخ؟ الو حبيب شعلان. شعلان صاحبي وصديقي واخويا. مصر طول عمرها ولا عندك زوزو؟ دي سوسو تبع انا. مش قلنا سوسو من زوزو ما تفرقش يا ابو العين؟ وانت مزاجك عامل ايه يا زوزو؟ مفيش احلى من كده. وانت بقى يا قطه بتشتغلي ايه؟ مهندس. اموت انا في الهندسه. مال متضايق شويه. بقولك ايه، ما تيجي نغير المكان ده؟ تيجي نروح الفيلا عند شعلان؟ يلا. بقول لكم ايه شعلان، تعالوا نروح الفيلا عندك. يلا لسه مشرف سعادتك. شو يا ماما؟ تعال هنا، تعال تعال. افتح بقك افتح بقك افتح بقك. ايه الريحة دي؟ انت شارب حاجة؟ انا شارب دوق. تعال هنا يا عديم الاحساس يا قليل الرباية. مش كفاية اللي احنا فيه، كمان جاي سكران وبتتطوح. مين قال يا ماما ان انا بتطوح؟ حضرتك اللي مش واقفه مظبوط يا ابني. مش حاسس، مش حاسس باللي احنا فيه، مش حاسس. ما بتفكرش غير في نفسك وبس. طب ما انت كمان يا ماما مش بتفكري غير في نفسك وبس. يبقى خلاص واحد واحد متعادلين. وبابي كمان مش بيفكر غير في نفسه وبس. يبقى واحد 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 برضه متعادلين. قصدك ايه؟ تعالى 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 تعالى. قصدك ايه؟ ها قصدي يا ماما ان انا فاهمك كويس وعارف انت ناوي على ايه. انت عايزه تخلعي بابي بس بالطريقة. أنا سمعتك وأنت بتكلمي طنط حشمت وقلت لها كده في التليفون صح؟ كمان بتتجسس عليا. شوف يا مامي أنا فاهمك كويس يا مامي. بابي خلاص ما بقاش معاه فلوس، واللي معهوش فلوس ما يلزموش. اخرس يا قليل الأدب. غور من وشي، غور من وشي السعادي، غور.